تقريب المواطنين والمواطنات المستجدين بقوانين انتخابيه علمتها الهيئه الناخبه بمدينه الاغواط. قام القطاع العمومي والخاص بمبادره منه لتسخير 20 حافله النقل الحضري على مستوى مختلف الخطوط المعتاده لبلديه مقر الولايه لتنقل المواطنين والمواطنات لإدلاء بأصوات المبارك الانتخابيه مجانا، وهذا لتسهيل إدلائهم بحقهم الدستوري لهذا اليوم، يوم 7 من سبتمبر 2024، إنجاح العرس الانتخابي.